لدى استقبال سموه لجموع من المواطنين، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المقر عن اعتزازه بأبناء البحرين رجالا ونساء الذين استطاعوا بإخلاصهم وتفانيهم أن يرسوا أسس بناء حضاري متميز يجسد طبيعة الإنسان البحريني المحب للعمل والإنتاج. وأشاد سموه بما يوالي المواطن البحريني بذله من أجل رفعة وطنه وازدهاره، وقال سموه إن مملكة البحرين تسير بكل ثقة في ركب التطور والتنمية بمساندة أبناء شعبها الذين يجسدون دوما أروع الأمثلة الوطنية في العمل والبناء من أجل الوطن وتقدمه، مؤكدا سموه أن الحكومة أمام هذا العطاء تحرص دوما على توفير أجواء العمل المحفزة التي تفتح المجال واسعا للمواطن لمزيد من البذل والإبداع بما ينعكس إيجابا على المنتج الخدمي المقدم للمواطن. ونوه سموه بالدور الذي تطلع به الاتحادات المعنية بشأن العمالي في إسناد دور الحكومة في خلق بيئة عمل مثالية تشجع على الإنتاجية والتميز. ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بما تمتلكه مملكة البحرين من خبرات وطنية في مختلف المجالات تستحق دعمها ورعايتها، فهي ثروة الوطن وزاد المستقبل، مستذكرا سموه بالتقدير والعرفان الدور الذي تطلع به الكوادر الطبية الوطنية التي سطرت قصص نجاح في مختلف المجالات الصحية. وقال سموه إن الحكومة تدعم الخبرات الوطنية ولا تنسى أبدا دورها البارز في ترجمة توجهات الحكومة في توفير أرقى الخدمات الطبية والعلاجية. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر التقى بقصل قضيبية صباح اليوم عددا من النخب الثقافية والإعلامية والدينية والفكرية بالمملكة. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حرص الحكومة على أن تكون جميع الخدمات المقدمة إلى المواطنين لا سيما الخدمية منها في أعلى مستويات الجودة والكفاءة لينعم بها المواطن، مع ضمان أن يجري إنجازها بالشكل الذي يلبي احتياجات المواطنين. وأضاف سموه أن المرحلة الحالية وما تشهده من تحديات خاصة في الجانب الاقتصادي تتطلب المزيد من التعاون والتكاتف بين الجميع، وأن تتشابك الأيادي من أجل تعزيز مكانة البحرين كبلد رائد ومتقدم في العديد من المجالات. وقال سموه إننا شعب حريص على التواصل، وهي سمة أصيلة تجذرت فينا جيلا بعد آخر، وعلينا أن نحافظ عليها ونرسخها في نفوس الأبناء بما يدعم من وحدتنا الوطنية وتمكننا سكن أمام كافة التحديات. وأشاد سموه بالدور الحيوي الذي قامت به المرأة البحرينية ولا تزال في مسيرة نماء الوطن وازدهاره، مؤكدا سموه أنها استطاعت أن تكون شريكا فاعلا في إبراز الصورة الحضارية للبحرين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. وقال سموه إن نساء البحرين قمن بواجبهن على الوجه الأكمل، وعطاءاتهن تمثل مصدر فخر واعتزاز للبحرين وشعبها على الدوام. وأثنى سموه على مستوى التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الذي يؤكد أن الجانبين يلتقيان على هدف واحد غايته تلبية ما يتطلع إليه المواطنون من حياة كريمة والحفاظ على مملكة البحرين وطنا آمنا ينعم فيه الجميع بالاستقرار والرخاء. وأشاد سموه بالصحفيين والكتاب وما يقومون به من دور هام في التعبير عن تطلعات المواطنين وبما يمتلكونه من أقلام حرة شجاعة في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره في إطار من المهنية والمصداقية التي تظهر جلية فيما يكتبونه من أخبار ومقالات غايتها مصلحة الوطن والمواطنين.